السلام عليكم من جديد. فهذا الفران هذا اول استعمال ديالو، غادي نستعملوه مجموعين وغادي نعرفوا كيفاش تيخدم، وراه المدى موجدات شي حاجه غادي تطيبوا فيه شي دجاج. المهم واحد البلا هو البلا ديالو هو هذا كما تشوفوا. المهم قبل ما ندخلوا هذا البلا هذا للفران باش يطيب، غادي نمشيو نشوفوا الفران وغادي نعرفوا كاع شنو المميزات ديالو، كيفاش الاستخدامات ديالو والبطونات ديالو. نشوفوهم دابا. هاد الفيديو هذا غادي نشوفوا فيه غير واحد التطيبه ديال هذا الفران، ولكن ديمونستراسيون ديال الفران والطريقه ديال الاستعمال ديالو غادي يكون في الفيديو اللي من مور هذا ان شاء الله. هذا ما كنتش عول عليه، ولكن غادي نطلقوه هو الاول، وغادي نطلقوه في الفيديو القادم باش نشرحوا جميع المميزات ديال هذا الفران هذا والبطونات ديالو والريكلاجات ديالو. وكما تتشوفوا معايا حطيت هذاك البلا لداخل ورجلته كما تتشوفوا الرجلاج اللي درت ليه، الرجلاج هو درت ليه الفرفاره مع دوك لي ثلاثه ديال ريزيستونس، ورجلت ليه الحراره على 180 درجه. وكما تتشوفوا الانديكاتور باين بان راه وصلت 180 درجه. هنايا التوقيت خليته مانيويل لان انا غادي نبقى نشوفوا، لان عندنا الوقت هنا فين غنحضيوه بلا ما نبروغراميوه، نشوفوا الطياب ديالو ونتبعوه لان البوله شاعله راه تيبان كلشي. ونتلاقاو بعد ما يطيب هادشي هذا ونشوفوا كيفاش غادي يخرج. كما تشوفوا معايا الطياب راه بدا تيطبخ، داك يعني بان الطياب فيه راه بدا العلامات ديال الطياب راه تدخل في الدجاج. دابا جاو نطلعوا على الطياب ديالنا اللي درنا في الاول. تقريبا ساعة المكانة كنت إلا رديتو البال درتو مع الخمسة ونص، دابا راه ستة ونص تقريبا ساعة المكانة، وراه داكشي طليت عليه لقيتو يا سلام. دابا غادي نقربو ليه، نقرب ليه كاع بالتليفون. هو هذا كما تتشوفو، تتشوفو بأنه طاب مزيان داكشي تبارك الله، حتى اللون ديالو تحمر مزيان. وجات المدام هي دير لنا واحد البلاص غيور هنايا بغات تسخن فيه شي حاجه، حتى هو تقدر تسخن فيه في نفس الوقت انت تطيب وتتسخن ولا تطيب اللي بغيتي ديرها ديرها. وعندنا هاد البليسات هادو ها كما تتشوفوا هنا، تقدر تزيد بلاطو اخر وتزيد طيب فيه شي حاجه اخرى باش تربح الوقت وتربح حتى الطاقه، لان فاش تبغي تطيب طيب نيت فقطره شي حاجه كلها. وما تخافش من الريحه كما قلت لكم، راه الفرفاره تتفرق الريحه ما تتخليهاش تلصق في الماكله، يعني اي كل ماكله تحتفظ على النكهه ديالها. وهذا الشيء تيشهي تبارك الله زوين. هانتوما دابا مخير كاع نجبدوه، هانتوما كما تتشوفوها هو دابا تجبد، لا لا بركه. وهانتوما كما شفتوا ها هو دابا تجبد، ها هو دابا تنصوروا عليه مباشره، يعني ان كل شيء طاب، اللحم تحمر، داك الشيء يا سلام. دونك غادي يبقى لنا غير المذاق مع حنا دابا راه في رمضان، غادي نعطيكم الخبر ديالو من مور الفطور ان شاء الله بعد الاذان ديال المغرب. دونك تنتمنى نكون فتكم وعطيتكم شي فكره جديده في هذا الفران هادو، راه شي حاجه مزيانه اللي يقدر يديروا، راه مزيان الثمن ديالهم راه مختلف. ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله، واللي مازال ما شارك معنا يشارك ويفعل جرس التنبيهات باش يبقى يجيه الجديد. تحياتي والى اللقاء.